بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأقدم لكم استخدام الخدمة الصوتية في جوجل، أي تحويل النص إلى صوت. وإن شاء الله هنستخدم الخدمة الصوتية التي تقدمها شركة جوجل، وهو تحويل النصوص إلى أصوات بكل لغات العالم. بنأتي هنا في السطر الأول عندي في بنأتي هنا في السطر الأول في بايثون تشارم إديتور، بأستورد مكتبة GTTS import GTTS. إن وجدت هنا خط زجزاجي أسفل مكتبة GTTS تعني أن هذه المكتبة ليست من ضمن المكتبات التي تم تركيبها لديك في نظام التشغيل، فتقف عليها بمؤشر الفأرة بضع ثواني، بيظهر لك هنا عبارة مكتوبة هنا اسمها install GTTS، تضغط عليها أو كليك بالفأرة، وبتجد هنا في النوتيفيكيشن في الأسفل إن this package installed successfully، بأن هذه المكتبة تم تركيبها بنجاح. في السطر الثاني بنستورد مكتبة بلي ساوند، وهذه المكتبة أيضا موجودة لدى مكتبات بايثون لديك في سيستم في نظام التشغيل. يبقى أنا بستورد مكتبتين، مكتبة GTTS ومكتبة بلي ساوند. في السطر الثالث بفتح هنا متغير اسمه TTS، ولما أقول متغير معناها حضرتك ممكن تستخدم أي كلمة ما عدا الكلمات المحجوزة لدى البرنامج، إنك ممكن تستخدمها كمتغير. بعد ذلك بستخدم مكتبة GTTS اللي أنا سبق إن أنا استوردتها، بستخدم منها الفانكشن GTTS، وبحاول إن أنا أشغل التكست اللي هو Good Morning إلى صوت. إن أنا بكتب هنا النص اللي أنا عايزه أو السكريبت اللي أنا عايزه أكتبه هنا، وأرغب في أنه ينطق باللغة مثلا الإنجليزية. باجي هنا في البارامتر الثاني الخاصة بالفانكشن GTTS، بكتب هنا اللغة اللي أرغب أن ينطق بها هذا النص. يبقى أنا عندي فانكشن GTTS بتحتوي على تو بارامترز هنا. البارامتر الأولاني السكريبت اللي أنا عايزه يتنطق أو النص اللي أنا عايزه ينطق، والبارامتر الثاني بعد الكومة هي اللغة التي يرغب أن ينطق بها هذا النص. في السطر الرابع هنا بقوم بتحويل النص الصوتي الذي سيتم نطقه من خلال جوجل إلى ملف MP3، وسيتم حفظه على فولدر أو مجلد بايثون اللي أنا بستخدمه حاليا. طبعا الملف هيكون اسمه هيلو MP3، ممكن تغير اسم الملف ده كما تشاء. طبعا هنا هيحفظ الملف بامتداد MP3. في السطر الخامس بقوم بتشغيل هذا الملف الصوتي باستخدام مكتبة بلاي ساوند الموجودة في عندي في البايثون. بقوم بتشغيل ملف هالو MP3. نشوف كده. طبعا فيه ملحوظة أقولها هنا، يجب أن يكون الجهاز متصل بالإنترنت، لأن خدمة GTTS بيتم تشغيلها أونلاين مباشرة، أي أن البرنامج يكون متصلا بالإنترنت لكي يستخدم هذه السيرفيس. أما إذا أردت أن تقوم بتشغيل هذه الخدمة أوفلاين، إن شاء الله سأتحدث عن ذلك في حلقة قادمة، كيفية تشغيل الخدمة الصوتية أوفلاين، يعني أي بدون الاتصال بالإنترنت. لنجرب هذا الكود نضغط كليك، نضغط على ران. Good morning. نرى أنه حفظ هنا الملف هيلو وامتداده MP3 ونطق الصوت. نضغط تاني نسمع. Good morning. نطق طبعا باللغة الإنجليزية. ماذا لو حبيت ان انا انطقها مثلا باللغة الفرنسية؟ مثلا هكتب هنا بونجور، واكتب اغير هنا اللانجوج اللغة FR. FR ترمز لفرنش. بونجور. بونجور.
ماذا لو حبيت انها تنطق باللغة الألمانية؟ اكتب جيتن مورجن واغير هنا الاختصار الى دي اي، اختصار للغة الألمانية. Guten Morgen. Guten Morgen. ماذا لو حبيت ان انا اغير الى اللغة الايطالية؟ هكتب هنا نص باللغة الايطالية مثلا. ونغير امتداد اللانجوج هنا الى اي تي، اختصار لـ Italy. Buongiorno. Buongiorno. أيضا ممكن أغيره مثلا إلى اللغة الأسبانية. نغير النص إلى اللغة الأسبانية. أكتب هنا في الأبريفيشن خاص باللغة إي إس نضافران. Buenos días. Buenos días. لو حبيت أغيره إلى اللغة مثلا اللغة البرتغالية، أكتب هنا مثلا بوم ديا، وأكتب هنا بي تي اختصار اللغة البرتغالية. بون جيا. بون جيا. ماذا لو حبيت أنطق إلى اللغة المحبوبة لدينا وهي اللغة العربية؟ أكتب هنا باللغة العربية النص صباح الخير، وأغير هنا ترميز اللغة إلى AR. نضغط كليك ونرى النتيجة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا إن شاء الله. ده كان بالنسبة لاستخدام الخدمة الصوتية في بايثون، ومن خلالها استخدمت الخدمة الصوتية الموجودة في جوجل، لأنها تعتبر من أكفأ الخدمات الصوتية المقدمة على الإنترنت. ما زالت هناك طرق أخرى لتشغيل الملفات الصوتية مباشرة من خلال أكواد أخرى في بايثون، فضلا عن الخدمة الصوتية التي تقدمها شركة جوجل. أيضا يمكن استخدام خدمات صوتية أيضا باستخدام بايثون بطرق أخرى وبدون الاتصال بالإنترنت أيضا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.